دور رئيس الجمهورية دور حاسم مهم جدا في حفظ أمن البلاد وفي استقرار هذه الدولة وفي استمراريتها. واللي صاير الآن وانعكاسات الحرب موجودة في ليبيا ومحاولات إدخال الإرهابيين عن حدودنا والركوب على الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة لتهديد الأمن وتورط بعض الأطراف السياسية في لعبة المحاور هذه وفي الحرب في ليبيا، أنا أعتقد أن هذا أولوية الأولويات. هذا لا يعني سكوتنا على تضارب المصالح أو الفساد، نحن في بصدد الانتظار الآن للنتائج. لكن هم متهمين بتبرير الفساد لن والدفاع عن تضارب المصالح. أنت أكثر واحد تعرف أنه بعمرنا ما خرجنا ودفعنا على تضارب المصالح، وقلنا الياس الفخفاخ من اللحظة الأولى يتحمل مسؤوليته. احنا ايش قلنا؟ هو يتمتع بقرينة البراءة، من نستبقوش الأمور ونظروا أحكامنا هكا جزافا، ننتظروا نتائج التحقيق. ونأكد لك أنك تجي نتائج التحقيق وتحسم هذا الموضوع في اتجاه إدانة الياس الفخفاخ، سنكون أقصى ناس وأكثر ناس شرسين في مواجهة الياس الفخفاخ إن ثبت عليه شبه التضارب المصالح. يعني هيك الماكينه فهمت كلامك، وانه رئيس الجمهوريه اليوم يلزم يطلق مبادره لتنقيط الاجواء للبحث عن سبل الخروج من هذه الازمه. انا لا اعتقد انه مثال، خلينا نجربوا حركه النهضه في المعارضه. علاش احنا نتصوروا حركه النهضه كان في الحكم يا اخي؟ ولات حزب مخزن هذه حركه النهضه، معناها تنجم تكون كان في الحكم. مثال، هي اختارت المعارضه في البرلمان فليكن كذلك في الحكومة. انتم ما تتصوروش هذا هدف خيالكم، خيالكم ما ينجمش يوصل انه ان حكم بدون حركة نهضة ما هي ديمقراطية. ما نتصوروش ان الحزب الاول والثاني في الانتخابات هذه احكام ربما تجربة السياسة اليوم. هيكل المكي في تقديرك خصوصية حكومة دون حركة النهضة، هذا تقديركم؟ مصلحة تونس اليوم تقتضي حكومة دون النهضة؟ انا اتصور انه مصلحة تونس انها تنجم تكون في حكومة دون حركة النهضة ولتبقى مع شركائها قلب تونس وتلاف الكرامة في المعارضة. واضح. لما لا؟ لما لا يكون خيالنا خصب؟ مش قدرنا راهي حركة النهضة، مش قدرنا أن تحكمنا، حكمتنا 10 سنوات، هاي نتائجها فشل اقتصادي اجتماعي أمني، نتائجها التطاول على جيش التونسي حماة الديار، نتائجها التطاول على الأمن الرئاسي، نتائجها التطاول على اتحاد الشغل، نتائجها معناها تجاوز كل الخطوط الحمراء وترك مش حلفائها، وترك أجزاء نتوءاتها أنها تتطاول على هذوم الكل بدعم وبحماية من حركة النهضة. فلتكف عن حركة النهضة عن العبث بهذه الدولة وبمصير هذا الشعب.